أهلا بكم مشاهدينا من جديد. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة العربية المصرفية ABC على هامش اجتماع الجمعية العمومية، أكد الدكتور خالد كعوان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية ABC بأن المؤسسة تعتزم إطلاق بنك تجزئة رقمي في البحرين قبل نهاية عام 2019، حيث وافق مصرف البحرين المركزي على أنشطة البنك الجديد ومنحه الترخيص. وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية ABC إلى قرار الجمعية العمومية للمجموعة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% لكل سهم من دون أسهم الخزانة، بما يعادل تقريبا 46% من صافي الأرباح للعام 2018 العائدة إلى مساهمي الشركة الأم، أي أكثر من 92 مليون دولار. وقال الدكتور خالد كعوان بأن ABC حافظ على التصنيف الائتماني رغم الضغط الذي تعرض له البنك في عدد من المناطق الجغرافية، مشيرا في الوقت ذاته إلى مواصلة الأداء التشغيلي الإيجابي من خلال الاستراتيجية التي ساهمت في تطوير أعمال البنك وأهدافها رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. قررت الجمعية العمومية اليوم في البحرين مؤسسة العربية المصرفية توزيع أرباح نقدية 3%. بالنسبة ل 2018 كانت سنة فيها تحديات، والمؤسسة العربية المصرفية تجاوزت هذه التحديات في عدة مجالات، في مجال السوق الخليجي ومجال السوق في أفريقيا، ووجودنا ببرازيل ووجودنا في أوروبا. تحديات كانت يعني تأثير السوق، تأثير العملة، وإحنا كمؤسسة تجاوزنا هذه التحديات. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.25% بغفل عن مستوى 1422 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 7,760,737 سهم بقيمة إجمالية قدرها 2,520,344 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 112 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 93.70% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عن مستوى 8,647 نقطة بانخفاض نسبة 0.71%، وذلك نتيجة تراجع غالبية مؤشرات البورصة السعودية. ونتحول إلى الرابح الوحيد مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبة 0.51%، وذلك بدعم من تقدم مؤشر قطاع الاتصالات. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجع نسبة 0.64%، وذلك بسبب تراجع الأسهم القيادية في قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة، فيما أقفل سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.25% تقريبا، وذلك بتأثير من أسهم قطاع السلع الاستهلاكية. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض فاضل نسبته 0.63% مع هبوط كافة مؤشرات البورصة العمانية.
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي تطوير استراتيجية بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتحويل 100 مصنع إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ورصد الصندوق مبلغ 3 مليارات ريال لتمويل هذه المصانع خلال 3 سنوات المقبلة لتكون لبنة التغيير والتطوير للمصانع السعودية، مؤكدا أن المجال مفتوح لجميع المصانع للاستفادة من هذا البرنامج، وذلك في إطار إطلاق صندوق التنمية الصناعية برنامج تنافسية المخصص لرفع كفاءة وفعالية المصانع القائمة لزيادة منافستها في الأسواق المحلية والعالمية. قالت أبوظبي إنها ستلتزم باستثمار ما يصل إلى 1 مليار درهم لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وذلك عبر منصة متخصصة تأتي في إطار جهود تنويع موارد اقتصادها. وستكون شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت شريكا استراتيجيا، إذ ستوفر التكنولوجيا والخدمات السحابية للشركات التي تنضم إلى المنصة مع استمرار مساعي العاصمة الإماراتية لتقليص اعتمادها على إيرادة النفط. وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن أبوظبي تحقق نحو 50% من ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وحوالي 90% من إيرادات الحكومة المركزية من قطاع النفط والغاز. النشرة الاقتصادية مستمرة مشاهدينا من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. شركة أوبر تعتزم توسيع أعمالها لشحن البضائع في هولندا وتخطط للتوسع لاحقا في أجزاء أخرى من أوروبا. أعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقرير أن التضخم في الأسعار ارتفع بنسبة 50% تقريبا خلال الأشهر 12 الماضية. ووفقا للتقرير فإنه من مارس 2018 إلى مارس 2019 ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات بنسبة 47.5% في أسوأ رقم تضخم خلال السنوات الخمس الماضية. ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث بلغ 73.2% في نفس فترة 12 شهرا، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية من احتياجات عائلة الطبقة العاملة، بينما زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالتضخم. أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى زيادة تعرض تركيا للمخاطر الخارجية بسبب احتياجات الحكومة المتزايدة للتمويل الخارجي من جهة، وارتفاع عجز الحساب الجاري من جهة أخرى. وأظهر رصيد الحساب الجاري التركي عجزا بلغ 813 مليون دولار في يناير بعد تسجيل فوائد طفيفة العام الماضي، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انهيار العملة وضعف الطلب المحلي. وتوقعت وكالة موديز في تقريرها أن يكون للتدهور الحاد في الطلب المحلي وظروف التمويل تأثير جوهري على آفاق النمو في تركيا. قال نائب رئيس الوزراء الصيني أن اقتصاد الصين قد يواجه أوضاعاً أكثر صعوبة هذا العام، لكن الحكومة واثقة من تحقيق أهدافها الرئيسية للعام 2019. وأكد هانغ تشينغ في كلمته أمام منتدى تنمية الصين أن بلاده ستعزز إصلاحات التوجه صوب اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي، وتوقع أن تتجاوز واردات الصين من السلع 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقعت الحكومتان الصينية والإيطالية مذكرة تفاهم غير ملزمة لتأكيد انضمام روما إلى مشروع طرق الحرير الجديد الصيني، لتكون إيطاليا أول بلد في مجموعة السبع ينضم إلى مشروع البنى التحتية البحرية والبرية المعروف بالحزام والطريق، والذي كانت بكين قد أطلقته عام 2013. وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن إيطاليا وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينغ بينغ لروما، وأضاف أن قيمة العقود قد ترتفع إلى 20 مليارا. ويذكر أن صادرات إيطاليا إلى الصين لم تتجاوز 15 مليار دولار في 2018، في حين تصدر ألمانيا 7 أضعاف ذلك.
تعتزم شركة خدمات مشاركة الركوب أوبر توسيع أعمالها الخاصة بشحن البضائع في أوروبا، مشيرة إلى أنها ستدشن خدمتها للشحن في هولندا وستتوسع لاحقا في أجزاء أخرى من أوروبا. وقال رئيس أوبر فري ليون ثرون أن هناك نقصا حادا في سائقي الشاحنات في أوروبا، مضيفا أن أوبر تهدف إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في سوق الشحن. وقالت الشركة أن لديها 30,000 مستخدم نشط في الربع الأخير من عام 2018، وتم تحميل التطبيق أكثر من 328,000 مرة.